خليني أقول لحضراتكم حاجة. وإحنا في الطريق من عمان لإربد، فالطريق طول الوقت عناية بتاخد الجمال والطبيعة، وعلى طول أحس وكأنني أسمع صوت الشعراء القدامى في أذني، تردد بقى كلمات الجميلة للوطن، للحبيبة، للطبيعة، كلها أحلى من بعض. هذه الطبيعة الخلابة اللي موجودة عموماً في الأردن وتحديداً في هذا الطريق الجميل إلى إربد لازم تتذكر كل كلمات الشعر. تعالوا نحكيها. أوصى بدفنه في تل إربد عرار شاعر الأردن، ولم يترك زاوية في وطنه إلا وخلدها كما الشعراء. أيضاً من عشيات وادي اليائس إلى التل، حكايات نشمي أردني صائغ وصانع لكلمات الحب لوطنه طول الوقت. اخترته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم رمزاً عربياً للثقافة عام 2022. تعالوا معنا نتابع هذا التقرير لنعود ونستكمل هذا الجمال شعراً وثقافة في إربد. بيت مصطفى وبالتل، ولذلك أعتقد أن الحديث يجب أن يبدأ من هذا المكان. نحن نتحدث عن شخصية استثنائية في النصف الأول من القرن العشرين، شخصية استثنائية ببنيتها الثقافية وبإسهامها في التاريخ الثقافي الأردني، وأيضاً بترسيخها للهوية الثقافية الأردنية. هذه العملية تمت عبر الفن، عبر الشعر، عبر الكتابات المختلفة، وهذا أمر يعني غير اعتيادي في تلك الفترة، بمعنى أن الهوية الأردنية انبثقت مع الفن أو مع الأدب الذي يستطيع أن يرسخ هذه الشخصية. ولذلك إذا أردنا نتحدث عن بنية الثقافة لهذه الشخصية، سنتحدث عن شخصية نشأت في إطار ما نسميه المراكز الثقافية العربية الكبرى، بمعنى أنه انتقل من إربد عام 1912 إلى مدرسة عنبر في دمشق، وأيضا بعد ذلك إلى حلب، وتشكل في إطار هاتين المدرستين الكبيرتين في دمشق وفي حلب شخصية ثقافية متميزة. عرف اللغة، طبعا اللغة الرسمية للتعليم كانت اللغة التركية، إضافة إلى اللغة العربية، وكذلك تعلم الفارسية وتعلم شيئا من اللغة الفرنسية. الآن عندما نشير إلى هذه البنية الثقافية نتجاوزها إلى ديوان عشيات وادي اليابس الذي يمثل مدونة ثقافية أردنية بلغتها وبأفكارها السياسية والاجتماعية. نحن نتحدث عن مرحلة تاريخية لم تكن فيها المدينة مدينة، ولم تكن فيها القرية قرية، كانت مناطق يعني غير مأهولة تماما بالسكان، ولذلك استطاع عبر تنقله من وادي السير إلى الشوبك، إلى معان، إلى البتراء، إلى النفي في العقبة، إلى عمان، أيضا إلى الضفة الغربية، إلى فلسطين المحتلة بشكل أساسي. ولذلك تجد كل هذه العناصر مرسخة في شعره راسخة وتظهر صورتها. وقلت قبل قليل عن الهوية الوطنية، المكان والثقافة واللغة هي عناصر محورية في بنية الهوية الوطنية. أتمنى أن يعود الباحثون إلى المجلدات الخمس من وثائق مصطفى وبالتل المحفوظة في جامعة اليرموك، والتي حصلت عليها أيضا الجامعة الأردنية ومجمع اللغة العربية وأماكن مختلفة، لقراءتها وللخروج بتصورات محورية حول دور هذه الشخصية في الثقافة الوطنية وفي البنية الثقافية في الأردن في النصف الأول من القرن العشرين.